السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. خلينا نبدأ بيه الكلام، الصلاة على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما وعدناكم يا شباب ان احنا هنعمل اثبات سحب من كليك وركرز بعد ما عملنا الفيديو الخاص بالبايونير، وقلنا لكم ان احنا هنسحب من الموقع يا جماعة 20 يورو. فانا جاي اقول لكم احنا مش هنسحب من الموقع 20 يورو، يعني انجز، احنا هنسحب من الموقع 25 يورو يا شباب. ما كنتش متوقعها انت دي. ففي الفيديو بتاع النهاردة بإذن الله هنربط مع بعض الموقع بتاع البايونير بالموقع الخاص بكليك وركرز، وهنحل لكم كل المشاكل اللي بتواجهوها اثناء السحب من الموقع بتاع كليك وركر، زي البيمنت هولد اللي بتواجه ناس كتيره جدا ومش عارفه حلها ايه، وتفاصيل ومعلومات ارسال الدفع الدفعات والدفع يا جماعه، وازاي الموقع بيحول الدفعات والكلام ده كله، الناس تايهه فيه جدا. فالفيديو دوت هيبقى اثبات سحب رسمي مننا ويحل كل المشاكل بتاعه الموقع في السحب. اهم حاجه تقدر المجهود المبذول في الفيديوهات، لان احنا فعلا بنتعب في الفيديوهات في الفتره الاخيره جدا مع ضيق الوقت اللي موجود عندنا. فما تنساش لايك كلمتين ودعمك لينا المستمر باللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا نخش في الفيديو على طول. طيب يا شباب، بنبه تاني وباكد ان شرح الموقع هو يا جماعه وادي الصامبنيل بتاعته، تقدروا ان انتوا تروحوا تتفرجوا على شرح الموقع من الالف للياء. وكمان في قوائم التشغيل لو دخلت ورحت على شروحات مواقع ومهمات اليو اتش ار اس هتلاقي كل الشروحات الخاصه بالمهمات دي. قلنا يا شباب فعلنا مع بعض البايونير في الفيديو اللي فات، وقلت لكم من الالف للياء ازاي تفعلوا البايونير زي ما انتوا شايفينه عشان تستقبلوا عليه الفلوس بتاعتكم. فبالتالي احنا النهارده اهو سجلنا دخول ورايحين بقى عشان نسحب الفلوس بتاعتنا اللي موجوده في كليك وركرز، وازاي نربط الاكونت بتاعنا بتاع البايونير دي كليك وركرز عشان نسحب ارباحنا. وكمان هنسحب معاكم يا شباب ال 25 يورو اهو قدامكم. بس ضروري ان انتوا تعرفوا حاجه، ان الموقع بتاع كليك وركرز حصل فيه ابديت بسيط، وهو ان انت لازم يتحقق منك في الاب بتاعك. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت لازم يبقى معاك تليفون وتنزل عليه الاب بتاعهم من جوجل بلاي، وتبدا ان انت تخش وتسجل دخول من خلال التليفون الاول، وتسمح بالعمليه بتاعه التشغيل على الكمبيوتر بتاعك. ده بالنسبه للناس اللي هي ايه، اللي هي بتفتح من الكمبيوتر او اللابتوب. دينا هو يا شباب زي ما انتم شايفين هنبحث عن كليك وركرز في الموقع بتاع جوجل بلاي او في جوجل بلاي الاب بتاعه، وهبدا ان انا ادوس على انستول. تمام، بعد التحميل ببدا ان انا ادوس على اوبن طبعا، وافتح التطبيق عادي جدا، واسجل دخول بالايميل عادي اكني بفتح من الكمبيوتر، او زي ما انتم شايفين هدوس يس اي ام او كليك وركر، وابدا ان انا اكتب الايميل والباسورد بتاعي. تمام، اهو بعد تسجيل الدخول بتبقى واجهتنا واجهه بسيطه، والاب بتاعهم محترم. وخلي بالكم ان في مهمات اصلا بتتفتح لك جديده لما تفتح من الاب بتاعهم او من التطبيق الخاص بيهم، بيظهر لك عدد مهمات جديده غير اللي ظاهره لك على الكمبيوتر، لان في مهمات مختصه فقط ان انت تعملها على التليفون فقط لا غير، والعكس صحيح، في مهمات ينفع تعملها على الكمبيوتر بس وما ينفعش تعملها على التليفون. فضروري ان انت تبقى شغال على الجهتين يا شباب. بعد كده هبدا ان انا ادوس على كلمه سيت اب بيرميشن من هنا، وابدا ان انا ادوس اونلي ذيس تايم، وبعديها هبدا ان انا ادوس نيكست ونيكست تاني، ويبقى انا كده خلاص يا شباب دخلت وفتحت الاب بتاعي من التليفون. عشان اقدر ان انا افتح بقى من الكمبيوتر واخلي الخانه اللي قدامي ديت اللي هي بتاعه كونفيرم يور لوج ان قدامكم ديت يا شباب تروح او تتلغي ويفتح لي من جديد بقى عادي الصفحه العاديه اللي احنا متعودين عليها، هبدا ان انا اخش على شريط الاشعارات هنا في التليفون، وابدا ان انا ادوس على كلمه لوج ان ريكوست من هنا، وابدا ان انا ادوس على كلمه كونفيرم من هنا يا شباب. يبقى انا كده عملت ابروف اهو قدامكم، وادي الشاشه بتاعه الكمبيوتر هي يا جماعه عملت ريفرش لوحدها وفتح لي الصفحه العاديه اللي احنا متعودين عليها بتاعه كليك وركرز. فده بس كان تحديث جديد يا شباب وتحديث امان جديد، ودي حاجه كويسه لينا مش ضدنا. طيب نيجي بقى على تفاصيل بقى، طبعا انا مش هشرح الموقع من جديد، احنا نيجي دلوقتي نخش على عمليه الربط على طول. هندوس على كلمه بيمنت ديتيلز من هنا، وابدا ان انا اجي عند الايه البايونير اكاونت، وابدا ان انا ادوس على كلمه موديفاي البيمنت ديتيلز، وابدا ان انا ايه وابدا ان انا اختار هنا بايونير، وابدا ان انا ادوس على كلمه سيف، ويبقى انا كده يا جماعه اخترت الطريقه اللي هي بتاعه البايونير. وبعديها هبدا ان انا اجي للخانه ديت اللي هي اف يو اوريدي هاف بايونير اكاونت، وادوس عليها، وهبدا كده ان هو يحمل معايا. طبعا انا ببقى فاتح البايونير معايا يا جماعه في تاب جديده، يعني ببقى فاتح تاب فاتح فيها الاكاونت بتاع البايونير بتاعي، وتاب فاتح فيها كليك وركرز عشان اعمل عمليه الربط. زي ما انتم شايفين اهو بيقول لي سجل الدخول من جديد، او زي ما انت شايف وبتقرا بيقول لك قم بتسجيل الدخول لقي تتمكن من ربط كليك وركرز بحساب بايونير بتاعك. بعد ما كتبت الايميل والباسورد ابدا ان ادوس على كلمه تسجيل الدخول كده، هيبدا ان هو يحمل معايا يا شباب عادي جدا عشان يربط لي الايه، عشان يربط لي الكليك وركر بالبايونير. زي ما انت شفت الرساله اللي قال لك فيها دلوقتي لقد قمت بربط الاكونت بتاعك بكليك وركرز، وهتقدر تستقبل فلوسك باليورو، وكده الدنيا زي الفل. هبدا ان انا اعمل ريفرش هنا في الموقع، وزي ما انتم شايفين اهو بيقول لي الاكونت داتا كونفيرمد، وخلاص انا كده ربطت الاكونت
بتاع البايونير بالاكونت بتاع كليك وركرز عادي جدا. تمام، بعد ما ربطت كل حاجه والاكونت تمام كده، اجي عند النقطه بتاعت التاكس ديتيلز ديت يا شباب، ودي مهمه، خطوه مهمه جدا جدا جدا، ممكن بسببها لو انت معاك فلوس ما تتحولكش لان انت مش مفعل الخيار دوت. تيجي على كلمه ريبليس من هنا وتبدا ان انت تفعل الخيار دوت يا شباب، وتبدا تدوس على كلمه سيف. هنا بيقول لك عشان تفعل الخيار دوت لازم تدوس على رساله التفعيل اللي اتبعتت لك على الايميل، فهدوس له اوكي كده عادي. تمام، اعمل ايه برده لو الرساله ما ظهرتليش او ما اتبعتتليش على الايميل بتاعي؟ لان كده لغايه دلوقتي لسه عمليه التغيير ما اتغيرتش او ما اتحطت، وبالتالي لو دخلنا على البيمنت ديتيلز هتلاقي برده ان هو كاتب لي هنا بيمنت تمبرري ان هولد، يعني لسه متعلقه. فبالتالي هبدا ان انا اجي هنا وادوس على كليك هير تو ريسند الايميل، فبالتالي هنا بيقول لي كونفيرم ايميل هاز بين سكسسفولي سند، فهبدا ان انا ارجع للايميل بتاعي تاني عادي. يا شباب على فكره لغايه دلوقتي استنيت 5 دقايق ولسه ما وصلتش، فعادي هروح تاني بعد ال5 دقايق اهو، لقيت الرساله وصلتني عادي جدا، فابدا ان انا اخش فيها اهو، وابدا ان انا ادوس على كلمه هير اللي قدامكم ديت يا جماعه، وبالتالي انا كده خلاص فعلت الدفعات بتاعتي او عمليه الدفع بتاعتي، والدنيا كده معايا تمام التمام. بس يا معلم حته بقى البيمنت اون هولد كده، دي المشكله اللي كانت بتواجه معظم الناس وما بتلاقيلهاش حل. اديني فهمتكم الدنيا ماشيه ازاي، هي الفكره بس حته الامان اللي في الموضوع. طيب انا فلوسي اللي هي ال 25 يورو ديت هتتبعت لي امتى على الحساب بتاعي؟ المفروض ان هي هتتبعت لي يوم الاثنين او الثلاث يا شباب، لان زي ما انت شايف هنا تحويلات البايونير في الموقع بتاع كليك وركرز بتتحول اسبوعيا يا شباب، في يوم الاثنين ويوم الثلاث يا شباب. فبالتالي المبلغ بتاعي دوت اللي هو موجود هنا دوت اللي هو ال 25 يورو هيتبعت لي بيهم انفويس او فاتوره، او هيتعمل لي بيهم فاتوره هنا يا شباب ان هو يتبعت لي على البايونير بتاعي يوم الاثنين او يوم الثلاث. فباذن الله هرجع لكم تاني لما تتعمل الفاتوره، وهرجع لكم تاني لما الفلوس باذن الله توصلني في البايونير بتاعي والدنيا تبقى زي الفل. ادينا ماشيين معاكم خطوه بخطوه مع كل المشاكل اللي بتواجهنا عشان بس ما يبقاش لاي حد اي نوع من انواع الحجج. طيب يا شباب احنا كنا رابطين الاكونت بتاع كليك وركرز بي البايونير لما عملناه في الحلقه اللي فاتت دوت، كان يوم جمعه او يوم سبت تقريبا، احنا قلنا نستنى لغايه نهايه الاسبوع وهو يوم الخميس، والنهارده اول يوم رمضان مبارك عليكم وعلينا باذن الله، فرايحين نشوف الدنيا ماشيه ازاي، هل الفلوس اتبعتت، هل وصلت لنا الفلوس، الدنيا مشيت ازاي، هنمشي مع بعضينا باذن الله. والرصيد اللي كان معانا 25 يورو اصبح ما بقاش دلوقتي فيه غير 5 يورو بس، ودول احنا كسبناهم من جديد، ولكن ال 25 يورو اتحولوا خلاص يا شباب واتبعتوا. طيب ايه الادله على الكلام دوت؟ لو دخلنا على كلمه الانفويس من هنا اللي هي الفواتير اللي طالعه من الموقع، زي ما انت شايف هتلاقي ان الفاتوره اهي بالرقم اللي مكتوب هنا دوت واللي انا خفيه، تم اصدار الفاتوره ديت يوم 22 مارس، يعني يوم 22/3 اي يوم الاربع، يعني امبارح اللي هو يوم وقفه رمضان يا شباب زي ما احنا عارفين، بمعنى اصح ان الفلوس تم انشاء فاتوره بيها عشان تتبعت لي يوم 22 مارس اللي هو يوم الاربع، واتبعتت لي اول يوم رمضان يا شباب يوم 23 مارس اللي هو 23/3. توتال قيمه الفاتوره ديت 25 يورو قدامك اهو، وحوالي تقريبا سنت من اليورو، وكل الفلوس اللي وصلتني المفروض ان هي 25 يورو اهي قدامكم على حساب البايونير بتاعنا اللي احنا فعلناه مع بعض الفيديو اللي فات. لو انت ما شفتش فيديو التفعيل بتاع البايونير دوت، لان الفيديو دوت مهم جدا وكل الناس اللي شغاله اونلاين هتحتاجه، وهو فيديو مش طويل خالص، يعني تقدر ان انت تخش وتروح تتفرج عليه. طبعا الناس هتقول لي طب ما دي ممكن فلوس اتبعتت لك مش من الموقع، هقول لك يا عم ولا تزعل نفسك، زي ما انت شايف اهو الفلوس الدفع من كليك وركرز، يعني في المعاملات يوم 23 مارس اهو اليوم اللي اتدفعت لي فيه الفلوس، الدفع جاي من كليك وركرز اهو يا جماعه بكل المعلومات الخاصه بالايه بعمليه الدفع قدامكم، ونفس كمان قيمه الفاتوره اللي تم اصدارها في كليك وركرز، عشان بس الناس اللي بتشكك وبتقول اي كلام. قسما بالله انا واحد كنت منزل فيديو اللي هو الشرح بتاع الاستبيانات وازاي نعمل الاستبيانات من الالف للياء والتريكات اللي فيها، وكمان عملنا استبيان كامل من الالف للياء مع بعضينا يا جماعه في الفيديو دوت، فالناس لو ما شافتوش تروح تتفرج عليه. بالصدفه كده لقيت لك عليه تعليق بيقول لك لا ده الفيديو دوت مش بتاعك، والحاجات اللي انت عاملها في الفيديو دي مش بتاعتك وانت سارق. يعني بالله عليك لو انا سارق الحاجات ديت هيبقى فيها اللوجو ازاي بتاع الموقع بتاعي، وهيبقى فيها الاكونت بتاعي ازاي وباسمي؟ ودون عن كده ما لو انا سارقها ما اكيد اليوتيوب يعني مش هيقبل الفيديو، وكمان هيقول لي ان عليه حقوق طبع ونشر. يعني انا مش عارف الناس ديت حابه ان هي تنتقد وخلاص، ولا بتقول اي كلام، ولا هو اي كلام وهبل وخلاص بيتقال. طيب كده نرجع ونعدل بعض المفاهيم يا شباب. ده معناه ان الفاتوره بيتم اصدارها في موقع كليك وركرز يوم الاربع والخميس، يعني دلوقتي الفاتوره بتتصدر لك يوم الاربع من كل اسبوع، والدفع بيوصلك يوم الخميس بكل بساطه، او في بعض الاحيان هتلاقيها تم اصدارها الفاتوره يوم الخميس والدفع يوصل لك يوم الجمعه. يعني من الاخر اول ما بتربط حسابك بالبايونير ولو انت معاك فلوس في الحساب استنى عليه اسبوع، يعني استنى اسبوع وما تعملش اي حاجه وما تقلق. لو الفلوس ما وصلتلكش بعد اسبوع ابدا ان انت كلم الدعم بالطريقه اللي احنا قلناها قبل كده. بس وزي ما انتم شايفين الفلوس واصله والدنيا تمام والموقع شغال زي الفل. عارف طبعا المشكله اللي بتواجه كل الناس ديت اللي هي اكونت نوت اسورايزد، لما تيجي تربط حسابها بالكليك وركرز وتلاقي المشكله ديت ظاهره لها، وان فاضل 10 ثواني عشان الحساب يحصل له اكتيفيشن والكلام ده كله،
امره بسيط جدا وسهل يا شباب، وحل المشكله ديت هيبقى الفيديو الجاي باذن الله، وانتظرونا في فيديوهات اجمد واحسن في الفتره القادمه. ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.